السلام عليكم، حياكم الله من مقطع ثاني. نفس السلسلة معكم ولعلكم في لورد اوف ذا فولن. رجعنا، متحمس صراحة لأنه فترة ما لعبت، لكن وصلنا إلى 3 مناطق مختلفة واخترت منطقة قررت إني راح أبدأ نغامر فيها، وهي المنطقة اللي انتهينا بعد ما خرجنا من خرجنا من ايش كان المنجم، المنجم، وطلعنا في الاسانسير لين فوق وحصلنا الرجال هذا. يب، فدخلنا على المنطقة الجديدة تماما هنا، ابر كالد راث. فاحس هذه المنطقة فوق الشراين، صح ولا لا؟ اعتقد انها فوق الشراين، فقلت خلاص خلينا نغامر هنا الين ما نخلص المنطقة هذه. دام انها فوق الشراين، يعني استنتاجي انها راح تنزلنا تحت، ومن تحت نقدر نروح على المنطقة اللي رحناها اللي فتحناها بالباب. هذا النظرية اللي في راسي يعني، عاد الله اعلم سواء كذا ولا كذا نجحت النظرية ام لم تنجح يعني، فبنلعب فيها ولا فيها. طيب هذا باب مقفل، هذا باب انتراكت ذا جيت does not. اوكي، ما في افتح، هذا في مقفل. طيب اجت، وش ذا هنا؟ اها، في حاجة هنا. اوكي، هلا بالريور، هلا والله، كيف الحال؟ عساك طيب. خليني اذبحها، نروح نذبحها. شت، اوكي. على فكرة قبل بعد ما خلصت المقطع الماضي لعبت اونلاين وسويت حاجة مرة مهمة، ذبحت الريبر الاحمر. كيف ذبحته؟ بصراحة ما صورت الطريقة، لكن راح اسوي لها مقطع ان شاء الله، يعني نقدر نفرمه صراحة. لكن اول ما تذبحه اول مرة راح يعطيك يعني الذبحة الأولى راح يعطيك طبعا أول حاجة achievement أو التروفي، بعدين يعطيك ال شيت على طول معه، بعدين يعطيك 10,000 فلوس اللي هي الفقر، ويعطيك 50 من العين الزرقاء على ما أظن، كأنها كانت 50 بلاك سميث برايد. إيش هذا؟ إيش اللي حصلناه؟ وينه؟ بلاك سميث، أوكي هذا وذر 60. مش حلو انتلج اجيلتي وهذا فعلي. يب، ف يعطيك 10,000 فيجر، 50 من العيون الزرقاء، بعدين دبت له مره ثانيه رسب مره ثانيه بعد فتره، بس اعطاني فلوس اقل. ف يب، يعني كانت طريقه جميله وسهله صراحه، اقدر افرم فيها اي وقت. بس صراحه فرمته كان اونلاين، يعني كان انا وواحد يعني من اصحابي، ما كنت لحالي. حجرب لحالي بس ان شاء الله في الوقت المناسب. اوكي رجعنا، معلش ذبحت هذا. طيب في لوت هنا. alright let's see. كوين فيرينا، كوين. الكوين يقول لك a ring once worn by the queen health regeneration over time. هذا المطلوب، health، هذا المطلوب. ممتاز مع البلد، ممتاز مرة مع بلد البلدين. ان شاء الله حصل اغراض كثيرة. يعني المراحل الماضية كان كلها اغراض انفيرنو واغراض جسمه انفيرنو فاير، انفيرنو فاير، انفيرنو فاير، ادير مدري ايش، ما كان في اي حاجة للراديانت. فان شاء الله هذه المرحلة دام انها اوكي، هذا مقفل، نبغى نفتح الباب. طيب نمشي مع وقع فوق، صح؟ حس الريبه الاحمر لا باقي مره طيبه. اوكي، في واحد هنا.
طيب واحد بس ولا باقي واحد ثاني؟ لا فتح فتح صح؟ يب نايس. واضح ايش ينتظرنا هناك صح ولا لا؟ واضح ايش ينتظرنا. طيب نعبي المانا. اوكي نشرب عصير وندخل على البوس. اوكي والله اول مرة يكون الحدس خاطئ. ايش الكلاب هذه كلها؟ اوكي اوكي باقي انت لحالك، باقي انت لحالك، ما باقي معك اي واحد من كلابك ذولي. ايش ايش يسوي فيك يعني؟ ايش يبغى؟ عبي 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 عبي. طلع هذا حقه. لا 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 وش لا؟ والله مسوي فيها قوي. شلت التوتم حقك هذا الحمار. يوه والله ذا شوية معضل. والله تهيالي. والله ما اتوقع انه تهيالي، احسه انه فعلا فعلا قوي. نايس نايس دمج. يعتبر ميني بوس، يعتبر ميني بوس صراحة بهذه القوة. طيب خلينا نشيك هنا ايش فيه. والله الدرع حق ذا الان استعمل ترى كويس. اميونيشن فتشين اذا فيه يعني لوت زيادة او شيء. ما احس في شيء، ما المكان مره كبير كانه حق بوس صح ولا لا؟ يعني ما ادري هل هو كذا بس مجرد خدعه خدعنا او راح نحارب بوس هنا. رنو رنو خلود فاير واند. باب does not open from here. اي باب تشوفه اول مره اعرف انه مقفل. هذه خذها قاعده في لعبه لورد اوف ذا فول. اي باب تشوفه اول مره طبعا هذا يعني مقفل، يعني راح ينفتح لك من الجهه الثانيه يا ابغى مفتاح. يا سلام. اوكي عليك. انا محشور انا لكن وش في الموفمنت تحسها غريبة. اوكي اوكي في وحوش كثير في وحوش كثير في وحوش كثير مرة. هذا بيرجعني صح؟ يب. اذبح طيب. كلهم ايزي. راح ازرع هنا. معلش. خليني ارتاح من الفراشة هذه ورست. انا منير. ما ابغى استخدم هذا اللي هنا. الله في خط هنا في خط تحت. خليني استخدم السيد. سيد. ريست ريست. رست نهيل نجيب كل حاجة. يا رجل اوكي هذا رجعني صح؟ يب اوكي كويس انا رجعت.
كيور. ياهو، انا من وين جيت انا؟ هذا مكان ثاني تماما. الله، في ريبر هنا. اوكي، ارجع 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 ارجع. لحظة، وين السيد اللي انا فتحته قبل شوية؟ مرة ضعت. اوكي، هذا الباب. اوكي، عرفت المحل. اوكي، جينا من هنا. يا ساتر، ذولي كلهم رسبنا، والله تفرم عليهم كل شوية، بس يعتبرون صعبين شوية. اوكي، نزلنا من تحت، ابعد، جينا من هنا. هذا السيد حقنا. اوكي، ابغى افتح هذه الفراشات الزرقاء، ما بضيع اي حاجة. اوكي، بدي انزل تحت هنا. حلو، اسحب هذا، اكيد في حاجة مهمة. شوف كيف نطلع الاماكن السرية عشان انتم بعدين تعرفونها. اوه، كال راث. اوكي، ست كال راث، 73 فيزيكال ديفنس. خلينا نلبسه. تمام، كال راث. كال راث، رهيبة شكلا، رهيبة شكلا، لكن مش لي يعني للأسف. أنا أحب كل حاجة فيزيكال توب. أوكي، 160 هنا، 98 هنا، 333 هنا، وطبعا 163 في هذه. فيب كذا الفيزيكال عندي واصل كم؟ الفيزيكال عندي واصل 1025. اوكي، فيب خلينا على كذا. طيب يلا ننزل، ننزل هنا برضو. اوكي، هذا المحل اللي يبغوني اروحه. طيب، في ازرق هنا، الفراشة الزرقاء هذه سحبناها اوريدي ولا؟ والله ما ادري، بس سحبها مرة ثانية احتياطا. فجر ذا. امسك السلاح بيدين عشان ندمج اكثر. وين في ريبر شفته؟ اوكي، قدام. طيب خلينا نذبح ذول الصغار. تمام، عشان نقاتل الريبر. اوكي، اجا تعال. يا الله، في ديلاي في القفزة حقه، يعني يقفز وبعدين يضرب. ايه، لازم نحط الهولي صراحة. هذا إذا خلاني أحطها خلاص، بدونها أنا بجلد. ايزي ايزي بيزي. صراحة اللعبة بدت صعبة، بس بعد ما حصلنا السلاح المناسب، الدروع المناسبة، الارمر رفعناه مرة بشكل كبير، وركزت على الستات المناسب، انا هنا اللعبة صارت سهلة. علشان كذا انا اخترت الكلاس اللي في البداية، الكلاس اللي هو الكودمت، انه كل حاجة 9 9 9 9 9. تمام، ضعيفة في البداية، لكن انت تبني بلدك كيفها. علشان ايش؟ عشان في الليفلات المتقدمة تستفيد من كل نقطة انت حطيتها في الليفلات، دام انه انت عارف ايش ليفل بالضبط. فهل هذا دائما تفرق العاب السولز، يعني اذا عرفت ايش ليفل بالضبط، سترينث ولا كذا ولا كذا،
وطبعا بيكون بلدي احسن اذا حط. خلا اشرح تكفى يا، خلا اشرح، خلا اتكلم وخلاني يعني. بلدي راح يكون احسن متى؟ اذا ختمت اللعبة، فتحت كل حاجة، عرفت كل حاجة، خلاص ابدأ ايش اتعمق اكثر في اشياء مناسبة. يعني خلاص هذا السلاح اللي انا ابغاه، هذه الدروع اللي انا ابغاها، انا ابغى هيلث كذا، ابغى استمنة كذا، ابغى كذا 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 كذا، هنا راح اسوي حاجة اسطورية. طبعا اللعبة هذه حتى لو ختمتها راح العبها، ليش؟ لانه فيها من بيت، فيها مساعدة. فقدت الجو هذا صراحة بالنسبة لي، يعني ايام دارك سولز 3 فقدتها. حتى اني افكر اسوي سلسلة دارك سولز 3، اختم دارك سولز 3. ممكن اغلبكم لعبها، ممكن في ناس ما لعبتها، ف يب متحمس، متحمس عليها. طبعا لو قررت اني العب دارك سولز 3 راح العبها سولو، لان دارك سولز 3 طبعا فيها اونلاين وحلوه، حلوه جدا، ممتعه اونلاين. لكن عن نفسي شخصيا ما حبيت دارك سولز 3 الحب الشديد، يعني علاقه الحب هذه متى بدات؟ بدات وقت ما لعبت لحالي تماما، من اول مرحله الى اخر مرحله في شخصيه جديده. وطبعا ما كنت اشوف يوتيوب ايش افضل سلاح وايش كذا، لا انا حبيت اجرب التجربه بنفسي، اروح كامل مناطق، اروح كذا. فنفس الكلام في اللعبه هذه، طبعا فيها اونلاين، بس حبيت انه العبها من اول مره سولو. ما حبيت اني اشوف مثلا افضل طريقه فار، افضل سلاح، افضل مدري ايش. في الاول وفي الاخير انت شاري اللعبه عشان انت تستمتع، صح؟ فبالنسبه لي انا استمتع كذا، يعني احس بمتعه اكبر اذا 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 في ايش ما قتلت جانب الاستكشاف في اللعبة. احب حاجة اسمها استكشاف، يعني ف اي منطقة وين كان في السالفة؟ والله ما ادري، نسيت. اوكي والله نسيت صراحة. انا مو باللعبة حلوة يعني. يلا خلينا نكمل. وين رجعت؟ خلاص ابغى اركز في اللعب اللي ما اشيل السولز حقي، تمام؟ بعدين نرجع نسولف ونتفلسف يعني. طيب نزلنا من تحت من هنا. اوكي. رحنا من لا الباب الكبير اختصار. كأنه يقول لي في شيء هنا. وما في شيء بس سحبني ذا. ما ادري، ما اشوف اي حاجة. لا اوكي اوكي، في انمي نير. اوريدي سحبنا ذا، نقتلهم بس و معلش نقتلهم بس و يا الله والله لفل عليك يا، تعال تعال هزي. خلاص اوكي نطفي، نطلع من العالم هذا. نلعب بحذر، نشيل السولت حقنا. اوكي في واحد وراه، يب كل شوية الفن. في هنا سيد، لا ما يحتاج سيد هنا صح؟ والله ما شفت ذا الباب صدقوا. اوكي غريب 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 حددي. والله انه فجعني. اول ما ترفع الفانوس اللعبه تتحول من مغامرات الى رعب. تتحول التصنيف حقها يتحول على طول. باقي ماما؟ يوهو شيت والله جلدني. اوكي ارجع 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 ارجع، حط الهيل انت رجال، تعال تعال خلنا نشرب. يلا رجال تعال القم.
حياك الله. شوف مصير اخوك اللي قبل شويه، هذا مصيره. اوكي نرجع لذا، حاط الابخاخ هنا يعني على اساس اني ببلعها يعني. غبي انا. طيب وين مثنى؟ اوكي عند الساحره صح، البايرمنسي. يس يس يس، ممكن احط سيد هنا والله. هلا هلا يا كلب، تعال يا كلب. يا هذا بعدنا في كلاب زيادة هنا. ارجع اهف يا اخ، والله قوية صراحة، قوية يا الله. نزلت، يلا يمشي نشيل الفلوس ونشيل اللوت. وي خليني، خلاص خليني امشي. ابى اقتل ال ايوه تعال الحين. خلاص ما في اي حاجه يحميك صح، ما في اي حاجه. اعطيني فلوس، اعطيني فلوس، اعطيني فلوس. give me my soul. اوكي نايس، يلا مشينا. صحينا الكلاب، تعال. تعال نايس والله صراحة نسيت السالفة، مع انها كانت حلوة يعني بالنسبة لي. عاد ما ادري هي كانت حلوة بالنسبة لكم ولا لا، المهم ما علينا. زبدة الموضوع انه قاعدين نتقدم بشكل جيد. هذا ايش هذا؟ هذا انا اول مرة اراك صراحة، يعني ليش ما تعرفنا على نفسك وتعرفنا على اسلوب حياتك، اسلوب يعني. هذا حربناه من قبل كبوس صح؟ اي صح صح، اللي هو سكن مدري ايش. ياب ياب، جلدنا اللي على ال عندي جلسة، جلدنا على الجسر تقريبا وفوق السطح. على العموم انه ميت. طبعا اذا شفتوني اشرب العصير هذا راح اتكلم كثير. ليش؟ مليان سكر صراحة. مع اني كنت قاطع على الاشياء اللي زي كذا، السكر يعني فترة طويلة مرة، سنين سنين، بس رجعت رجعت وللاسف رجعنا بقوة. المهم نبغى ننزل هذه كيف ذا الحين. اوكي اوكي انا معايا سبل ايزي. موث رينج، an ancient ring bearing the image of a moth gain additional vigor. فلوس زيادة، هذا هو المطلوب، يعطيني فلوس زيادة. راح نحط الرينج صراحة. ما ادري كم اخلي ليفلي. هلا والله، كيف الحال؟ عساك طيب. What could or prevent me? It's always you pretend, but it's my own. Even when I try. إيش كان بقول؟ إيش كان بقول؟ إيش كان؟ اليوم قاعد أنسى كثير. أوكي. نشوف هذا. هذا هو نفسه. والله شكله ذكرى مهمة هذه. عجيب، هو قابل أداء. اوكي شكله يا انه خان ادير، يا انه هو خان، ويا ما ادري الزبده. وين اروح؟ اوكي سلم، شكله في بوس، شكله في بوس بيجلدنا. ما راح يجلدنا يعني، بس يعني راح نجلده طبعا. اوكي سكاي ريست بريدج، حط سيت. يب حط سيت. رست في باب ورايا شفته، راح اسوي ابجريد برضو. ابو الريدينس 40، بعدين برجع على ال على الهيلث. اوكي لاني انبسطت في السلاح هذا كثير كثير كثير.
طيب الباب ما ينفتح ولا اقدر اروح حوله. اوكي يلا نمشي. ما في اي حاجة هنا، غريب. A carved wooden pendant representing a cavalry man of monster reduce the mana cost of shout sorcery and buff sorcery. بس راح يقلل دفاعي. لا لا تصدقون راح تكون احسن، راح تكون احسن. كم دفاعي قال؟ من 1000 الى 900. شيت على كثير، بس يلا خلينا كذا، خلينا كذا. طيب واضح انه بوس. اوكي فراح احط المانا ستون، بحط الهيل، ممكن احتاجه. بحط مسحه هولي برضه. لا بحط مسحه. يس تعال انت يلا. هيا شوف ايش ورا الباب هذا، مع اني عارف الاجابه. يهو وين ذا؟ وي شوف وين رجعني، رجعني. ذكرني يمكن تجلدني اول. تعال انت، تعال تعال للكب. الكلب حقهم ضربني والله. وش يعني ارجع اروح هنا؟ هذا محل البوس ال ما في شيء. ما في شيء. غريبة. في مكان ثاني هناك ولا؟ والله صراحة مش عارف، مش عارف، مش عارف. نحارب ال الام بي سي ذا، نقتله؟ انه ما قصر رجعني الشراين صح؟ طيب يب ماني شايف حاجة يعني. في حاجة لازم اسويها هناك او خلاص خلصت المنطقة. خليني اتاكد، خليني اتاكد، اتاكد. سوي دبل تشيك ليش لا؟ لا يا حبيبي، اقفز عادي. اوكي ما كان عادي بس يلا هي مشكلة. وين راح ذا؟ اختفى. كان هنا. روح الشراين. نروح الشراين. لفلنا صح؟ طيب بروح الشراين اشوف ايش ال هل في شيء جديد ولا لا ونرجع. طيب رجعت الشراين، رحت يمين يسار ما في اي حاجه جديده. على العموم راح اوقف هنا وان شاء الله نكمل في المقاطعه الجايه. كما كان انسى اشوفكم على خير في المقاطعه الجايه. السلام عليكم.